السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة بتاعنا وين غادي نتكلموا على سيتي وين يكسب نمط جديد للعب وهو جيد، يعني وش عندنا لحد الآن، يعني بعد الاستئناف وهو جيد لحد الآن، خاصة أمام فرق التي تعرف كيف تغلق المساحات. نعطوا نبره منها كملت بارتي، دروك نشوفوا كيفاش. وهو النمط الجديد الذي قام به غوارديولا، هو ان اللعب على العرضيات ناحيه غاندوغان وغيريس وهولاند في منطقه 6 أمتار خاصه بالخصم، يعني سلسله في الدفاع تاع الاخر كسموه تاع الدفاع الخصم. كيفية التنفيذ وين تلعب على جانب، على جهة وين أصبحوا يلعبوا على جانب، على الجهة تاع رياض محرز، فيقوم رياض بالمهاجمة اللعاب الخصم بالمدافع. وشاهدنا كيفاش يقوم رياض محرز بمهاجمة اللعاب الخصم، يعني ما يعني هو المدافع بالكرة ليأتي الآخر ليحاول التغطية، فستكون الحالة الهجومية هنا 1-2 مع ترك منطقة الجزاء فارغة، لأن أول من سيقدم ناحية رياض سيكون لعاب يعني المحور الدفاعي، لأن اللعاب وسط الدفاعي سيراقب لاعبين وسط يعني لديهم. هذه شو الخطة كيفاش؟ خاطر كنا نقول لكم كيفاش كان في البارسا، في البارسا مي كانت البارسا نارها شاعلة. شاهدنا محرز، شاهدنا ميسي كيف كان يخدم، علاه كان يماركي تشافي إنيستا كانوا يماركو كلش، علاه كانوا يماركو هادو؟ خاطش كان ميسي يعني بانطلاقة واحدة على الجهة اليمنى، ديفوا ينطلق على الجهة اليمنى الجهة اليسرى، وين يجبد معاه، يجبد معاه زوج ثلاثة، وين تصبح الفراغات، تصبح كاينة مساحات. يسمحوا كان ايطو بالسرعه تاعو، كان يعني وين يسمحوا كاين مساحات، كان جا سواريز وكلش ولاو كاينين مساحات، يصنعوا مساحات. رياض محرز كي يحكم البوله، انا قلت لكم ديفوا غوارديولا يقول لهم وصلوا البوله لمحرز، يعني محرز وين يبروفيك يروح يبروفوكي الديفونسير، وين يبروفوكي الديفونسور، كي يبروفوكي تكون كاينه التغطيه، يجوه زوج، يجي على الاقل واحد، واللي يدير التغطيه المدافع اللي يكون واقف مع محرز، شكون اللي يجي يدير التغطيه؟ تاع المحور تاع اللاكس، اللاكس هو كيما نقولوا حنا بالعاميه السانك، هو اللي يجي، هو اللي يجي يبلع، كي يجي يبلع غادي يولي كاين ثغرات. اولوند يلعب يعني مغارض مع جاك، جاك يدخل بانيك، يولي كثره العدد تاع المهاجمين. شو كيفاش يخدموا هذه وين شاهدنا صورتو اليوم، وين خدموا هذه الخدمه، خدموها شفتها، خدموها خاصه في الشوط الثاني. وسيكون رياض هو صاحب يعني عند استماع اللاعبين عليه وين يعيد الكره الى الخلف، ليكون الظهير هو صاحب العرضيه نحو اللاعبين داخل منطقتهم، مع التوزيع الجيد للاعبين امام المرمى. لم ينجح الوفد في التركيز أثناء التنفيذ، فقام بيب بجعل دوبرين خلف محرز لأجل التنفيذ، ومن الكرات الأولى يأتي الهدف. شأن كيفاش وين كانت يعني التحركات على اللاعبين، يعني كانت تحركات يخدمون لازم يقرأ. وشاهدنا وين غوارديولا يعني دائما وين يبحث على توليفة، يعني خاصة وين نقولوا بالك محرز في الانطلاقة تاعو، يعني وين في بداية الشامبيونا وين محرز ما كانش يعني ما كانش مليح، ربما بسبب الخطة اللي كان يلعب بها غوارديولا. لكن غوارديولا وين دار تغييرات بزاف، وين أنا متأكد وواثق أن غوارديولا قال للاعبين السيتي بين الشوطين أول، يعني ما نقولوا باللي محرز مرروا له، لأنه عارف أنه مش في حالة، نقولوا باللي يعني راه مليح في الحالة التكتيكية تاعو، عطى لهم الكلمات التحفيزية مع الاستغلال أول مرة والإمكانيات
يعني الفرديه الكامله لرياض محرز، يعني حرفيا كانت يعني كنا نشوفوا الكره عند جيراس، عند ذاك جاك، وين تلقى غوارديولا، يعني غوارديولا كيفاش يكمص في الخدمه تاعو والضغط على حامل الكره، يعني خاصه وين يعيط على اللعابه، يعني ما يخليش اللعابه، يعني ماشي ما يخليش اليز ولا، يعني التوجيهات تاعو توجيهات بدون تهريج، توجيهات بدون تهريج. انا كيفاش وكل حاجه في يعني نقولوا باللي ممكن نشوفوا اللعاب جناح تشوفه من رياض محرز، حاضر مع الطابع والاسلوب الاستثنائي بتطبيق ذلك الفكره في تبسيط الامور الصعبه، ناخذها نقولوا باللي واحده بوحده، من الهدف الاول يعني مبدئيا لازم تكون ذكي، يعني تكون ذكي خاصه الهدف الثاني الهدف الثالث، نتكلم يعني وين نقولوا باللي رياض محرز كيف تكون يعني التحركات تاعو، يعني محرز جناح يستحق وصف اكبر من كلمه متكامله، باللي يشوفها باللي دائما الاجماع بين نسخه النجاح والسوبر ستار مع صانع اللعب سوبر ستار، الاجماع الاثنين مع بعض وين يهبطوا لك وين يصنعوا لك النجاح، كيكونوا عندك لاعبين مثل واحد كيما رياض محرز يكون عندك ما تخافش كاع، ما تديش حسابات كاع، وصلوا البوله وخليه، رانا قلنا لكم كيفاش يلعبوا، يعني وين يعطوا على بالك يعطوا محرز دائما، وين شاهدنا محرز وين يصنع يحوس كيفاش صناعه اللعب، يعني وين رغم انه خرج في الدقيقه 81، يعني خرج هولوند بعد ما غوارديولا ضمن، يعني ضمن النتيجه، وين اعطى يعني اعطى وين دخل وش عندنا وين دخول يعني شعلنا وين دخول راحوا سمو على جوليان هذاك كول بيناردو سيلفا كليفن وناتان، يعني وين دخلوا وين دار تغييرات كثيره بعد زمان النتيجه تاعه، لكن شعلنا حنايا وين رايان ايت نوري اللي دخل يعني في الدقيقه 81 اللي تمنيناه يلعب كاع المباراه. المهم وين نقولوا باللي رياض محرز وين دائما وين خاصة وين هولوم يتلس أهداف دابا الهاتريك هذه يا ولد عمي والله لا يعني هاتريك كاس آخر، هذا هو رياض محرز وين نقولوا باللي مباراة كانت قوية، مباراة اللي تمنينا رياض محرز يسجل، لكن يعني وين قدم أداء، يعني نقولوا باللي قدم أداء في المستوى، هذه هي كرة القدم، يعني ماشي قضية تتمركي باش تبان، لا قضية رياض محرز وين قدم مباراة في القمة، مباراة اللي كانت يعني وين نقولوا باللي المباراة كانت جميلة، يعني جمال مباراة السيتي ضد ذئاب والجميل أداء رياض محرز، لكن الأجمل سوف تكون مباراة الأرسنال ضد اليونايتد والأروع هو الأحق، يعني الإلحاق الثاني هزيمة للأرسنال على أرض اقتربت أكثر من القمة، وفي حال الفوز بالدور سيكون يونايتد هو الفريق الوحيد الذي مرغ أنف أرسنال في التراب، مباراة كبيرة قد تشهد يعني غزارة في الأهداف وفي الكرات، يعني والإبداع في التعليق لعصام الشوالي بعدما أبدع في وصف الساحر محرز منذ أيام. ان شاء الله بربي احنا كيما يقول لك وين والله على ذلك نقولوا باللي اليوم وين رياض محرز قدم ما عليه، وننتظروا مباراة أرسنال يونايتد، مباراة أرسنال يونايتد اللي غادي تكون غادي تكون في القمة خويا، غادي تكون في القمة، مباراة كبيرة كاع هذه هي، نشوفوا مباراة تاع اليوم كيفاش. هذا هو رياض محرز قدم مباراة وخرج في الدقيقة 81، يعني قدم لي عليه بعد ضمان النتيجة. ما تنساوش تعطونا جيم كومونتير
وبارطاجونا لي فيديو تاوعنا، وان شاء الله معكم ديما بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي، صحيتو.